أبوديس هي ضاحية من ضواحي القدس، أحد الأحياء الرئيسية في القدس، والتي كان أهلها ينظرون إليها كجزء لا يتجزأ من القدس. هي حي من أحياء القدس، لم تكن في يوما مدينة مستقلة منفصلة عن القدس. أبوديس تفتقر لكل مكومات الحياة، لا يوجد فيها أي نظام من الأنظمة المعمول به بالمدن، تفتقر لكل مكومات الحياة، لذلك هي لا تصلح أن تكون عاصمة. ونحن ننظر إلى هذا التصريع هو في إطار بيع الوهم للشعب الفلسطيني ومجرد تضييع للوقت.